السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راح نناقش مع بعض الأدوية التي تستخدم في علاج مرض الصرع. وإذا بدي هاي الترجمة أو الترجمة من العربي من الإنجليزية إلى العربية، لكن بالإنجليزي الأفضل أحكي these drugs which are used in management of epilepsy. وأتوقع إنه الآن أصبحنا familiar إمتى نستخدم كلمة treatment أو نستخدم كلمة management. إبليبسي مرض، يعني الكيورنس تبعته ما بصير كيورنس، أوكي؟ فبالتالي عشان هيك إحنا لما بنستخدم الأدوية، بالذات الأدوية drugs they don't cure epilepsy, they only manage the symptoms of epilepsy. This is why we can say that epileptic drugs can only manage the symptoms of epilepsy. So before talking about drugs, let's briefly talk about epilepsy disease. Epilepsy is an overexcitation of the nerve cells. عند اكسايتيشن زايد في النيرف سيلز. اوكي، لكن مو زي القلق، مو زي الانسوميا، لا، هذا الاكسايتيشن بيكون شديد والفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال از هاي، لدرجه انه المريض بيفقد الكونشسنس، فبصير في عنده لوس اوف كونشسنس، اب نورمال موفمنت، بصير الواحد مثلا بصير يكون عنده شد عضلي قوي من الصورة قدامنا، هو بصير هذا شد وقابلها ارتخاء في عضلات، فهي نوع من أنواع التونيك كلونيك سيجرز. في ناس بظلوا هيك مغلقين، شادين على حالهم، مغلقين على فمهم، فهون الخطورة إنه ممكن يقطع لسانه بسبب الشد على منطقة الفم. وكمان بيكون في عندهم هذول الناس بيكون في عندهم مشكلة في الوعي، بس هذا أنت في أثناء فترة حدوث الإبيليبتيك أتاك. فالإبيليبتيك أتاك مش شرط يكون كل مرة يكون في loss of consciousness، لكن إذا ما كان في loss of consciousness بصير في عند المريض distorted perception، يعني بتحسه إنه فاصل عن اللي حواليه، لا بيستقبل ولا بيرسل. Epidemiology of epilepsy, يعني okay, 3% of individual by time they are 80 years old. يعني 3% من الناس اللي أعمارهم 80 انصابوا بالإبيليبسي. يعني بحكي لك هذا واحد من أكثر الأمراض العصبية اللي بتصيب الناس. is the third most common neurologic disorder after cardiovascular and Alzheimer's disease. يعني اوكي، تقريبا نسبته عالية. هلا انا بهمني من كل هذا اخر سطرين، 10 to 15% require more than one therapy. يعني 10 الى 15% من الناس المصابين بالإبيليبسي بيحتاجوا لاكثر من دواء. والجملة اللي تحتيها 10% may not achieve complete seizure control. يعني من كل 100 واحد أنا بعالجهم بعطيهم أدوية for controlling of the seizure، 10% منهم they are uncontrolled. ففي عندنا مصطلح uncontrolled واللي مقابله uncontrolled. ال uncontrolled seizure اللي هو اللي بعطيه أنا الأدوية بس still في عنده frequent epileptic attack. الكنترول اللي هو انا بعطيه الادويه، والابيليبتيك اتاك بتكون قليله جدا او يعني ويمكن ما بتصير اثناء ما المريض بيكون عم بياخذ الادويه. هذا هو الكنترول الابيليبسي. هون الجمله اللي قبليها 10 to 15% require more than one drug. الان في علاج الابيليبسي انا اول شيء بعطي للمريض دواء واحد، إذا المريض ما استجاب عليه بروح بعلي جرعة هذا الدواء الواحد. إذا المريض ما استجاب على رفعة جرعة هذا الدواء ساعتها بضطر إني أضيف دواء آخر. هلا إضافة الدواء الآخر هذا معناته إنه الإبيليبسي is advanced،
متقدم عند المريض. إذا المريض بيصير له كنترول على دواء واحد، معناته إنه level of epilepsy in this or stage of epilepsy in this patient is not that advanced. فهو كل ما زادت الـ severity of epilepsy وزادت الـ stage of epilepsy، معناته أنا بضطر إني أضيف أدوية for treatment of the or for the management of epileptic symptoms، اللي هو for controlling of the epilepsy. Epilepsy itself can be idiopathic، يعني السبب غير معروف، وممكن يكون secondary، يعني السبب يعني secondary السبب معروف. زي ايش؟ واحد عنده meningitis، التهاب سحائي في الدماغ، واحد في عنده تروما، ضربة في الدماغ، واحد في عنده تغيير في الـ pH للدم تبعه، هذا ممكن يأثر. واحد ممكن ياخذ بعض الأدوية، اوكي، بعض الأدوية سنترال نيرفس سيستم ستيمولانت. مثلا الواحد اذا كان في عنده هبوط في السكر، بلود جلوكوز ليفل، حسب معلوماتنا السابقه ان الهايبوغلايسيميا كان ليد تو سيجر ابيليبسي. هون بحكي لك سليب ديبريفيشن، واحد في عنده مشكله نقص في النوم. الكحول انتيك، الكحول انتيك لما يكون الواحد مدمن على الكحول بعدين فجاه يترك الكحول، ممكن يصير عنده ابيليبسي. والستريس، ستريس هو أم الأمراض، أو هي أم الأمراض. ما في مرض بنشوفه إلا بنحس إلا بنشوف الاسترس. هون الاسترس مش هو اللي بيؤدي للإبيليبسي، لا، هون الاسترس بيزود من احتمالية حدوث الإبيليبتيك أتاك للشخص اللي أوريدي عنده إبيليبسي. يعني واحد ما عنده إبيليبسي وصار عنده استرس، إحنا كلياتنا عندنا استرس، مش شرط كلياتنا يصير عندنا صرع، لكن واحد عنده ابيليبسي بنحاول احنا نقلل الضغط عنه، لانه الاسترس على هذا الشخص المصروع تؤدي لحدوث تؤدي لزيادة، يعني احنا بنعبر عن exacerbation of epileptic attack. اوكي، احنا بنحكي بشكل بسيط عن الابيليبسي type of seizures. في عندنا بارشال وفي عندنا جنراليزد. البارشال يعني انه المنطقه اللي هي الاوفر اوفر اكسايتيشن اوف نيرف سيلز بتصير ان وان هيموسفير، ان وان لوب، ان وان هيموسفير. بينما عكسها جنراليزد، جنراليزد سيجر، اوكي، جنراليزد سيجر، لا، هو بيكون الاكس اوفر اكسايتيشن تبدا في منطقه، بعدين هذا الاوفر اكسايتيشن هون بيكون منتشر في تو هيمسفيرز، تو هيمسفيرز. فهذا الفرق بين الجنراليزد سيجر وبين نحكي السمبل سيجر. سمبل سيجر بصير ب وان هيمسفير، بصير انه ان وان لوب. وهذا البارشل، والبارشل ممكن يكون سمبل يعني موجود فقط في وان لوب، ممكن يكون كومبلكس موجود متشعب اكثر. عادة في السيمبل بارشال ابيليبسي، يعني انا بحكي لكم معلومات انتم راح تاخذوها بالباثولوجي والفسيولوجي، لكن هاي المعلومات الموجودة في الكتاب. في حالة السيمبل بارشال ابيليبسي عادة المريض ما بفقد الكونشسنس، يعني ما بفقد، يعني بكون كونشس. بينما بالكومبلكس بارشال سيجر بيكون الكونشسنس بتكون يعني ديستربت، بتكون مخربطه. اما في الجنراليزد سيجر عاده بيكون في عندنا او بيكون عند المريض لوس اوف كونشسنس، هاي بيكون في ايميديت لوس اوف كونشسنس. يعني انواع السيجرز بشكل سريع، في تونيك كلونيك سيجرز. تونيك كلونيك جاي من كلمه تونيك كلونيك لانها عباره عن ستيجز، يعني تونيك بيكون هو عبارة عن contraction of the skeletal muscle، كلونيك هي عبارة عن contraction and relaxation of the skeletal muscle phase. اوكي، وفي عندنا الابسنس، الابسنس سيزر هذا بصير الاطفال الصغار اعمارهم من 3 إلى 5، بتلاحظ ان الطفل فجأة وانت بتحكي معاه فجأة بطل يرد عليك، او بتلاقي كمان انه صار في عنده حركة زيادة في رموش العين، بصير يرمش بشكل سريع. خلال هاي الفترة كل اللي انت حكيت معاه مش راح يكون استوعبه، لانه بيكون فعلا فقد الوعي، فقد
دماغه شرد بشكل كامل. إذا كان ماسك ورقة مثلا ممكن تلاقي الورقة سقطت من إيده، إذا كان ماسك كرة زي ما هو في الصورة بتكون الكرة بتكون سقطت من إيده. فهذا نوع من أنواع اسمه absence seizure. هل الابسنس سيجر راح نشوف إنه هو بسبب الاكتيفيشن أوف جابا، يعني اسمع ان الجابا في منطقة معينة من الدماغ راح نحكي عنها كمان شوي. مايوكلونيك سيجر، مايوكلونيك سيجر سيمبلي هو عادة بصيب النساء، هو بصيب النساء المايوكلونيك، وبصيب النساء عادة لما في حوالين سن البلوغ، وأي وقت في باليوم لما بتكون مستيقظة ومستيقظ يعني في وقت الصباح بعد ما تستيقظ، وعادة بيصيب النساء أكثر. هلا المايوكلونيك عفوا بيشبه أعراض التونيك كلونيك، يعني بصير في عندها كونتراكشن وريلاكسيشن اوف ذا سكيليتال ماسل فيسز، زي ما هي الصورة قدامنا، هي شكلها وحدة هلا صاحي من النوم وراح على الحمام تفرش أسنانها، يعني هذا معناته إنه الصبح وهي عم تفرش أسنانها أصابتها الإبيليبتيك أتاك، فصار عندها تونيك كلونيك، لكن هم بسموها المايو كلونيك. فهي هون بتكون فاقدة الوعي بشكل كامل، يعني ممكن لما تستعيد الوعي تلاقي حالها صارت مرمية بالبانيو أو أبصر وين مرمية. فهذا هو المايو كلونيك. الفبرايل سيجر، فبرايل سيجر هو تونيك كلونيك سيجر، لكن هو بيصيب الرضع الانفنت لما ترتفع درجة حرارته. دائما الأطفال الصغار مش بالذات الرضع حديثين الولادة الانفنتس اللي هم الأقل من سنة، ضروري جدا إن نحافظ على حرارتهم غير مرتفعة. لما يكون حديث الولادة أو الرضيع يكون حرارته مرتفعة، دائما إحنا بنحط إيدنا على قلبنا وبنحط الأولوية إنه نخفض درجة الحرارة. لماذا؟ لأنه إذا ما خفضنا درجة الحرارة احتمال إنه هاي الحرارة تؤدي إلى حدوث الصرع اللي هو تونيك كلونيك سيجر. هاي الحالة اللي هو إنه السيجر تونيك كلونيك سيجر بصير بعد الحرارة نحكي عنها فيبرايل سيجر. فيبرايل سيجر بعض الأدوية اللي بتيجي خافضات للحرارة بيكون فيها خافض للحرارة، يعني شراب الأطفال خافض للحرارة بلس أنتي إبيليبتيك دراج، بيكونوا مع بعض مخلوطين في نفس الشراب. ليش؟ علشان الطفل خفض من حرارته، وفي نفس الوقت هذا الدواء الثاني الانتي ايبيليبتيك بعطيه على اساس انه يمنع از بروفيلاكسز، يمنع من حدوث الايبيليبتيك اتاك. هذا مش لاي طفل، اي طفل بيرتفع حرارته، مش اي طفل بترتفع حرارته بعطيه الانتي ايبيليبتيك، لا طفل يعني او يعني نحكي حديث الولاده رضيع الهيستوري تبعه ابوه وامه بيحكوا لنا انه هذا الطفل لما ترتفع درجه حرارته بصير عنده ايبيليبتيك اتاك اللي هو الفبرايل سيجر. طب انا لما بوجي بوصف له دواء لما ترتفع درجه حرارته، خاصه انه هذا الرضيع في عنده هيستوري اوف ايبيليبتيك اتاك وين اور افتر اليفيشن اوف تمبريتشر، يعني بعد ما بصير عنده الفيفر، طب هاي الحاله ممكن اوصف له الدواء اللي هو بيكون فيه خافض الحرارة عشان حرارته تنخفض، وفي نفس الوقت تكون في مادة ثانية اللي هي أنتي إبيليبتيك دراج كوقاية من حدوث الإبيليبسي. ستاتس إبيليبسي هو أخطر أنواع، ستاتس إبيليبسي هو أخطر أنواع الإبيليبسي. إيش هو الستاتس إبيليبسي؟ هو إنه الواحد بنصاب بتونيك كلونيك سيجر وبكون مغمى عليه، وقبل ما يفيق من الهجمه من الاتاك من الابيليبتيك اتاك بصير عنده انذر ابيليبتيك اتاك. فهو يعني بيكون عنده ابيليبتيك اتاك بيكون فاقد الوعي قبل ما يستعيد الوعي من الفيرست ابيليبتيك اتاك، راح يتم مهاجمته من خلال انذر سكند ابيليبتيك اتاك. هاي خطره وهي عاده ممكن تكون قاتله، كان بي فيتال. فبهاي يعني هاي بهاي الستاتس ابيليبسي تحتاج لاقوى نوع من انواع الانتي ابيليبتيك دراجز. وفعليا اقوى انواع الابيليبتيك دراجز اللي هم الجابامينرجيك دراجز، هم البنزوديازيبينز والباربيتوريت. فلهذا السبب لما بيكون المريض عنده ستاتس ابيليبسي، يعني في عنده
ابيليبسي، اوكي، مرمي على الارض وخايفين انه يصير عنده انذر ابيليبسي، نروح نحقن المريض يا بنزوديازيبينز او باربيتوريت. يعني بنزوديازيبين زي الفاليوم اللي هو الديازيبام، او الباربيت او باربيتوريت، باربيتوريت، واشهر واحد فيهم هو الفينوباربيتال. فينوباربيتال من الباربيتوريت، والفاليوم هو اسم تجاري والاسم العلمي تبعه ديازيبام. بحقنهم للمريض اللي كحماية من حدوث ستاتس إبيليبسي، أو حتى لما صار عنده ستاتس إبيليبسي على طول بحقنه. حقن، أنا بحكي حقن، ليش حقن؟ ليش ما بعطيه أورالي؟ لأن المريض is unconscious، unconscious، فكيف يعني مش راح يبلع، فلازم تكون الروت اوف ادمنستريشن بارنترالي في حالة الإمرجنسي. ممكن كمان تستغرب، ممكن تكون كمان ريكتالي، ريكتالي، لكن حسب. يعني ريكتالي أكثر شيء مستخدمه للأطفال يعني الصغار. وفي حالة الإمرجنسي زي ستاتس إبيليبسي بنعطيه إحنا الدواء البنزوديازيبينز والباربيتوريت على شكل إنجكشن. هلا نحكي شوي عن الأدوية. الأدوية اللي تستخدم في علاج الإبيليبسي، في عندنا مجموعة من الأدوية، بصراحة هم كتار، أنا حاولت أختصر على فقط الموست كومون دراجز that are used clinically in the treatment or in management of epilepsy. هل هدول الأدوية بشكل عام الميكانيزم اوف اكشن تبعها كالتالي، يعني هم لهم اكثر من ميكانيزم اوف اكشن، هم متنوعات. في أدوية راح تمر معنا بتمنع الكالسيوم انفلكس، وفي أدوية بتمنع الصوديوم انفلكس. شو يعني ان نمنع الصوديوم انفلكس او نمنع الكالسيوم انفلكس؟ والصح الصوديوم والكالسيوم انفلاكس معناته دخول الكالسيوم والصوديوم ذات الشحنات الموجبة من خارج الخلية العصبية إلى داخل الخلية العصبية. هذا يؤدي إلى زيادة الشحنة الموجبة داخل الخلية العصبية، هذا يؤدي بالتالي إلى ديبولاريزيشن، هذا يؤدي إلى التالي إلى أن الممبرين بوتنشال تكون قريبة من الثريشولد، هذا يؤدي إلى الإكسايتيشن. وزي ما درسنا وتعرفنا على الإبيليبسي إن هو عبارة عن excessive excitation over excitation of the nerve cells، فإحنا بدنا نقلل الإكسايتيشن من خلال إنه نعمل block of the influx of positive charge sodium and calcium من خلال في أدوية راح تمر معانا، اللي هي هاي الأدوية بتعمل block of the sodium and block of the calcium channels، فبالتالي هاي الأدوية راح تمنع من الانفلكس اوف صوديوم اند كالسيوم، فبالتالي راح تقلل الاكسايتيشن اوف ذا نيرف سيلز، فبالتالي they can used in management of epileptic of the epilepsy. الطريقة الثانية انه to enhance GABA trans neurotransmitter. مثل ما درسنا لما كنا نحكي عن أدوية القلق الأنزوليتيك دراجز، جابا از انهبيتوري نيورو ترانسميتر. الجابا بيرتبط على الجابا ريسبتور، ولما بيرتبط الجابا على الجابا ريسبتور هذا بيؤدي كالتالي انه في بوابات تشانلز اوف ذا كلورايد راح تفتح، فالكلورايد راح تدخل من خارج الخليه الى داخل الخليه. الكلورايد ذات شحنه سالبه، فبالتالي دخول الكلورايد داخل الخليه العصبيه راح يقلل من الشحنه الموجبه داخل الخليه العصبيه، فبالتالي راح يقلل من الوصول الى الثريشولد، فبالتالي راح يقلل من الاكسايتيشن اوف ذا نيرف سيلز. فبالتالي احنا هون بنقلل من الاكسايتيشن اوف ذا نيرف سيلز، فبالتالي جابامينرجيك دراجز كان بي يوزد فور ذا مانجمنت اوف ذا ابيليبتيك اتاك. لكن keep in your minds انه هم هدول الجابامينرجيك دراجز they are not first choice، هم ليس الخيار الاول. الخيار الاول هم الادويه ذات inhibit صوديوم اند كالسيوم channels. طب لماذا؟ ليش الجابامينرجيك دراجز البنزوديازيبينز والباربيتوريتس they are not first choice in treatment or in the management of epilepsy؟ في عده اسباب، والسبب الاهم من هذا كلياته انهم هم they are addicted، يعني ممكن الشخص يصير له ادمان. بينما الادويه اللي هي ادويه الصرع that inhibit sodium and calcium channels they are not addicted، الواحد ما بدمن عليهم. بينما الجابامينرجيك دراجز the patient can be addicted to the جابامينرجيك دراجز.
عشان هذا السبب انا ما بفضل استخدم الجابامينرجيك دراجز از فيرست تشويس، مع انهم هم الاقوى. هلا في نقطة أخرى، إذا بدنا نقارن بيناتهم من حيث الإفيكاسي، مين فيهم مور إفكتيف إن مانجمنت أو إن ريديوسينج ذا إبيليبتيك أتاك؟ هل هم الجابامينرجيك أو إنهيبيتورز أو بلوكرز أوف صوديوم أند كالسيوم تشانلز؟ الجواب كالتالي، الجابامينرجيك دراجز آر مور إفكتيف إن ريديوسينج ذا إبيليبتيك أتاك. لهذا السبب انا بستخدم الجابامينرجيك دراجز في علاج السترونج ابيليبتيك بالابيليبسي ان ذا مانجمنت اور ان ذا مانجمنت اوف سترونج ابيليبتيك اتاك. شو هو السترونج ابيليبتيك اتاك؟ السترونج ابيليبتيك اتاك هو الستاتس ابيليبسي، فبستخدم انا ان ذا ستاتس ابيليبسي هو ذا موست افكتيف سترونجست انتي ابيليبتيك دراجز اللي هم الجابامينرجيك دراجز، سواء البنزوديازيبينز او الباربيتوريت. وفي سبب اخر، انا ليش كمان ما بفضل استخدم الجابامينرجيك دراجز ان ذا مانجمنت اوف ابيليبسي، لانه الابيليبسي از كرونيك ديزيز، فبالتالي انا حضطر استخدم الجابامينرجيك دراجز لفترات طويله. وهنا في مشكله انه الجابامينرجيك دراجز بياثروا على الكوجنيشن، بياثروا على التعليم، بيعمل كوجنيشن امبيرمنت، فبيأثروا على التعليم، بالذات لما يكون طفل صغير. يكون الطفل صغير هذا لسه بده يتعلم، فليس من العقلانية اني اعطيه دواء بيأثر على التعليم تبعه. المرضى اللي عندهم صرع، الاطفال الصغار، وبياخذوا الجابامينرجيك دراجز، بيكون في يعني بيكون ملحوظ جدا انه مستوى التعليم تبعهم جدا متدني، لانه الجابامينرجيك دراجز يتأثر على مستوى التحصيل العلمي تبعهم. وفي another third mechanism لكنها uncommon، اللي هو interfering with glutamate. الجلوتاميت هو عبارة عن excitatory neurotransmitter، فبالتالي هو ممكن يحفز من الـ epilepsy. اوكي، يعني بالذات الشخص اللي في عنده epilepsy. في بعض الاكل، بعض الطعام اللي بناكله بتحفز الجلوتامات، زي ايش؟ زي زيت الصويا، مش زيت الصويا، صويا صوص، هذا اللي بنحط في الاكل الاسيوي، الصويا صوص. الصويا صوص بحفز الجلوتامات في الدماغ، فبتنبه الواحد، متنبه ومنكم لكن من يدير باله الشخص اللي عنده ايبيليبسي يدير باله ياكل الصويا صوص، لانه الصويا صوص هاي بتحفز الجلوتامات، فبالتالي راح تؤدي الى تريجرينج او اكسسربيشن اوف ابيليبتيك اتاكس. لا، الادويه اللي هم نستخدمهم ان ذا مانجمنت اوف ابيليبسي كان بي كلاسيفايد تو فيرست جينيريشن اند سكند جينيريشن. هلا هذا الكلاسيفيكيشن فيرست جينيريشن اند سكند جينيريشن ليس لديه اي فائده كلينيكيه، يعني احنا يعني كاطباء، انتم كاطباء ما راح تفيدكم ان تعرفوا هذا الدواء فيرست جينيريشن او سكند جينيريشن. هي بس هون مذكوره فيرست جينيريشن، انه هذول الادويه تم اكتشافهم قبل السكند جينيريشن، فالفارق بيناتهم فارق زمني، اما ما في عوامل مشتركه بيناتهم. احنا راح ناخذ بعض الادويه، هذول مش كلياتهم، راح اركز على بعض الادويه، مثلا من الفيرست جينيريشن الفينوباربيتال، فينيتون، كاربامازيبين، الايثوسكسوميد والبالبوك اسيد. اوكي، راح ناخذهم كلياتهم هذول الفيرست جينيريشن لانهم كومونلي يوزد. سكند جينيريشن فقط اول اثنين راح ناخذ، هم الجابابنتين واللاموتريجين. اوكي، نبدا فيهم. البنزوديازيبينز اوريدي اخذناه لما كنا نحكي عن الادويه التي تزيل القلق. بنزوديازيبينز ار جابامينرجيك دراجز. اوكي، بستخدمهم انا بشكل اساسي في حالات الستاتس ابيليبسي. اوكي، ستاتس ابيليبسي اللي هو الاقوى انواع الابيليبسي، لكن ما بفضل استخدمه في ان ذا ان ذا اذر ان ذا انذر ابيليبتيك ديس اوردرز. اوكي، للاسباب اللي حكيتها، لانه بأثروا على الكوجنيشن وايضا بيعملوا ادكشن. نروح للدواء الثاني، للدواء الجديد كاربامازيبين. هذا كاربامازيبين من الادويه ذات ار فيري كومونلي يوزد بريسكرايبد for two or often there are
commonly prescribed to epileptic patients. كاربامازيبين. طب خلينا نتعرف عليه. هو أصلاً هو ما الكاربامازيبين، ما حكيت لكم الكاربامازيبين واحد من أنواع الصوديوم تشانل بلوكرز، تشانل بلوكرز. أوكي، فبالتالي هو من الخيار الأول الذي يوصف in the management of the epileptic disorders. كاربامازيبين، نتعرف على الكاربامازيبين. الميكانيزم اوف اكشن تبعته زي ما حكينا ان هو عباره عن بلوكر اوف ذا صوديوم شانل بشكل اساسي. فالكاربامازيبين is effective for treatment of partial seizure and generalized seizure. حلو، في هون معلومه ما هي مهمه بدنا نركز عليها. It is also used to treat bipolar disorder. هلا البايبولر disorder هذا قصة لحاله، بس خلينا نحكي عنه على السريع. البايبولر هذا مرض من الأمراض النفسية، لكنه هو ليس انفصام. هو بيكون عنده بالعربي اسمه الثنائية القطبية، إنه الشخص بيكون فجأة فرحان كثير كثير كثير، بعدين فجأة بيكون زعلان كثير كثير كثير، بعدين فجأة بعدين بصير فرحان كثير كثير، بعدين فجأة بصير يبكي. فهذا المريض اللي عنده باي بولر بصير عنده التقلب في المزاج، بيكون سريع وحاد سريع، يعني فجأة، يعني قبل 5 دقائق كان منيح كان مبسوط، وبعد 5 دقائق مثلا ممكن يكون جدا تعيس وحاد. ليش حاد؟ لأنه لما بيكون سعيد بيكون سعيد جدا جدا، ولما بيكون تعيس بيكون تعيس جدا جدا، يعني بصير يبكي ممكن يفكر بالانتحار، ولما بيكون سعيد بيكون ما حدا، يعني بيكون ما حدا قده بالسعادة. فهذا الباي بولر هلا يعالج كالتالي: اما يعالج بالليثيوم، لكن الليثيوم يعتبر دواء قديم وله كثير سايد افكتس، فمن جديد صاروا يستخدموا في علاج الباي بولر هم كالتالي: سكند جينيريشن، صار يستخدموا السكند جينيريشن انتي سايكوتيك دراجز. اوكي، ريسبيريدون مثلا، وايضا بيستخدموا الانتي ايبليبتيك دراجز. فالانتي ايبليبتيك دراجز والسكند جينيريشن انتي سايكوتيك دراجز اصبحوا من جديد يستخدموا از مود ستابيلايزر. مود ستابيلايزر يعني بيحققوا استقراريه للمود، المزاج عند المريض اللي عنده باي بولر. فبالتالي ناخذها قاعده انه الانتي ايبليبتيك دراجز، مش الجابامينرجيك، لا، اللي هم خلينا نحكي الكاربامازيبين، الفينيتوين، اللاموتروجين، هدول الأدوية اللي هي عبارة عن صوديوم وأيضا كالسيوم تشانل بلوكرز، also they are used as mood stabilizer، اللي باستخدام آخر for the management of bipolar disorder. وأيضا كمان هذه الأدوية الأنتي إبليبتيك دراجز ممكن أيضا نستخدمها أيضا في علاج الآلام، آلام الناتجة عن الأعصاب، الآلام الناتجة عن الأعصاب زي آلام الديسك. أوكي، وجدوا إنه في آلام الديسك، فهاي فبصير عندنا excessive excitation of the afferent pain nerves. فبالتالي وجدوا إنه blocking of the sodium channel، أوكي، and even calcium channels فيما بعد، هذا بقلل من ال excitation of the pain nerve cells، فبالتالي بقلل من الشعور في الألم. ليش؟ لانه الافرنت بين نيرفز، اوكي، ما راح تنقل سيالات الالم بشكل كثير، فبالتالي راح المريض راح يشعر انه ما فيها الوجع الكثير. مثلا وجع الديسك، وجع الديسك بيكون الفقرات بيكونوا ضغطات على العظم نفسه، فبصير في عندك اوفر اكسايتيشن اوف ذا نيرف سيلز هناك. وجدوا انه لما نعمل بلوكينج اوف صوديوم اند كالسيوم شانلز من خلال الانتي ايبليبتيك دراجز بيقلل من الاوفر اكسايتيشن اوف ذا نيرف سيلز، فبالتالي بيقلل من الشعور بالالم. هذا سيمبلي، انا حاولت ابسطها بشكل سيمبلي، لكن هو فعليا الميكانيزم از مور كومبليكيتد ذان ذس. اني واي، نكمل على الكاربامازيبين. الكاربامازيبين شوفوا معظم الانتي ايبليبتيك دراجز كاربامازيبين، في عندنا الفينيتوين، اوكي، ادويه اخرى حتمر معنا، والفينوباربيتال. هاي الادويه دي ار هيباتيك دراج ميتابولايزنج انزيم انديوسر،
هيباتيك دراج ميتابولايزنج انزايم انديوسر. شو معنى انديوسر؟ يعني بتحفز الكبد انه يصنع اكثر من الدراج ميتابولايزنج انزايم من الساعة كروم بي 450. فهذا شو معناته؟ معناته مريض عم بياخذ الكربامازيبين، مريض عنده صرع وبياخذ الكربامازيبين وبعدين صار عنده مشكلة أخرى فاضطر ياخذ دواء آخر، هذا الدواء الآخر اللي أخذه المريض المصروع اللي بياخذ كربامازيبين أخذ دواء آخر، هذا الدواء مثلا بيعالج الرشح، بيعالج الضغط، بيعالج السكري، بيعالج الكوليسترول، هذا الدواء الآخر بصير له ميتابوليزم من خلال السيتوكروم. شو راح يصير بالدواء الآخر؟ الدواء الآخر الميتابوليزم تبعه راح يصير أكثر وأعلى. فبالتالي إنه الكربامازيبين بسببه هو بسبب انه عمل اندكشن اوف دراج ميتابولايزنج انزيمز اللي في الليفر ادى الى زياده الميتابوليزم للدواء الثاني. فبالتالي لما الدواء الثاني يزيد الميتابوليزم تبعه يعني راح يزيد انه الدواء يتحول من الاكتيف للان اكتيف للحاله الغير فعاله وراح يزيد من طرحه خارج الجسم. فبالتالي الفائده المرجوه من الدواء الثاني راح تكون قليله، يعني المريض ما راح يستفيد كثير من الدواء الثاني. لماذا؟ لان الكربامازيبين عمل اندكشن اوف ذا دراج ميتابولايزنج انزايم، فبالتالي زود من تحول الدواء الثاني من الاكتيف للان اكتيف فورم، فبالتالي المريض بطل يستفيد او قل استفادته من الدواء الاخر. وحتى الكربامازيبين بحكي لكم انه بيعمل سيلف اندكشن، يعني بيزود من الميتابوليزم تبعته هو. والكربامازيبين من احد الميتابولايتس تبعته هو الايبوكسايد ميتابولايت، يعني الكربامازيبين لما هو بيعمل اندكشن اوف دراج ميتابولايزنج انزيمز الكربامازيبين نفسه راح يزيد من تحوله من كربامازيبين لميتابولايت اخر اسمه ايبوكسايد ميتابولايت، وهذا كمان بيسوي مشاكل، بيعمل شيء في الدم، بيعمل بلاد ديس ريسيس. فهي مشكلة من مشاكل الكربامازيبين. يعني مشكلته هو الكبيرة انه هو بيعمل اندكشن اوف دراج ميتابولايزنج انزيمز، هذا يؤدي كالتالي الى ممكن يؤدي الى البلد دسرياسز، وايضا يؤدي الى هاي دراج دراج انتر اكشن. في معلومة مهمة بالكربامازيبين، الكربامازيبين should not be administrated to patient with absence seizure. مين هو شو الابسنس سيجر؟ زي ما حكينا هم السيجر بصيب الاطفال الصغار اللي اعمارهم اقل من 5 سنوات، يعني بصيبهم من 3 الى 5 سنوات. وجدوا كالتالي انه الكربامازيبين له مايلد جابامينيرجيك اكتيفيتي، له ايش؟ مايلد جابامينيرجيك اكتيفيتي. فالكربامازيبين شو بحكي لكم؟ بيعمل اكتيفيشن اوف جابا ريسبتور ان فينترو بيزل كومبلكس. وجدوا انه الاكتيفيشن اوف جابا ريسبتور ان فينترو بيزل كومبلكس اجريجيتس ابسنس سيجرز. فاي دواء بيعمل اكتيفيشن للجابا ريسبتور ان ذا فينترو بيزل كومبلكس هذا الدواء لازم ما نعطيه، از كونترا انديكيتد نعطيه لمريض عنده absence seizure. ف this is very important. لما مريض يكون في عندنا عنده absence seizure لازم ما نعطيه الكربامازيبين، لأن الكربامازيبين بيزود من احتمالية حدوث absence seizure. لماذا؟ لأن الكربامازيبين بيحفز من الجابا ريسبتور الموجودة في منطقة الفينترو بيزل كومبلكس. اوكي، اخر شيء بدنا نحكي عن السايد افكتس اوف ذا كاربامازيبين. الكاربامازيبين ايش من السايد افكتس تبعته؟ انه بيسوي مشاكل في الرؤيه وبليرد فيجن وديبلوبيا. ديبلوبيا هو دبل فيجن، زي ما هي الصوره قدام الواحد يشوف واحد اثنين، هاي بسبب اكتيفيشن اوف ذا جابا ريسبتورز ان ذا اي. فاكتيفيشن اوف ذا جابا ريسبتور ان ذا اي ممكن تؤدي لبليرد فيجن ولا ديبلوبيا. وايضا الكربامازيبين ممكن يعمل هايبوناتريميا، يعني قله الصوديوم في الدم. لماذا؟ لان الكربامازيبين يؤثر على عمل الانتي ديوريتيك هرمونز. فالانتي ديوريتيك هرمون، فبالتالي الانتي ديوريتيك هرمون بتروح على الكلى، ان شاء الله راح يكون موضوعنا في السيستم القادم اليوروجينيتال. فبيأثر على بالذات بيأثر على امتصاص الصوديوم، بالعكس بزود من طرح الصوديوم خارج الجسم، فبصير عند المريض هايبوناتريميا. اوكي، راح اتوقف بهذا الجزء هنا، الجزء الاول راح يكون